بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلاب الصف التاسع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. وبنستكمل مع الوحدة السادسة، اللي هي الوحدة الأولى في الكورس الدراسي الثاني، ودرسنا النهاردة في التطبيق وأنواع. في النشاط صفحة 34 يقول لي: شارك مجموعة من الأصدقاء أم محمد وعيسى وعبد الله في مسابقات الموروث الشعبي الخليجي على يومين متتاليين، المخططات السهمية التالية تمثل المسابقة التي اشترك فيها الأصدقاء، حيث سين تمثل مجموعة الأصدقاء والصاد تمثل مجموعة المسابقات، كل من العلاقات التالية تمثل تطبيق. يبقى احنا مبدئيا كده عارفين ان ده تطبيق، واحنا خدنا ازاي تعرف العلاقة اذا كانت تطبيق ولا مش تطبيق في الصف الثامن. فعندي المخطط السهمي الاول من سين لصاد محمد اشترك في مزاين الابل، وعيسى اشترك في مسابقة الطيور، وعبد الله اشترك في مسابقة الخيول. وهنا التطبيق من سين إلى إيه؟ من سين إلى صاد. السين هي المجال والصاد هي المجال المخطط. في اليوم التالي محمد وعبد الله اشتركوا في الطيور، وعيسى اشترك في مزاين الإبل، وهنا عندي التطبيق نون من سين إلى صاد، من سين إلى صاد. اليوم الأول بيقول لي أكمل بياني. اليوم الأول في التطبيق اللي هو تاء من سين لصاد، المجال كان مين؟ كان محمد وعيسى وعبد الله، والمجال المقابل كان مزاين الإبل والطيور والخيول. طيب المدى، إيه هي العناصر اللي كانت في المجال المقابل اللي ارتبطت بعناصر من المجال؟ هما الثلاثة، هما مزاين الإبل والطيور والخيول. طيب هل المدى يساوي المجال المقابل؟ المجموعة اللي طلعت في الآخر دي هل هي نفسها المدى؟ هل هي نفسها المجال المقابل؟ نعم، هما الثلاث عناصر، هما الثلاث عناصر. يبقى فعلا تم اختيارهم بشكل مباشر، هما زين الإبل والطيور والخيول. طيب نشوف في اليوم التالي. عندي هنا في اليوم التالي التطبيق نون كان من سين إلى صاد، فالمجال هو برضو محمد وعيسى وعبد الله، لكن المجال المقابل لاحظ عندي هنا ان عبد الله ومحمد اشتركوا الاثنين في مسابقة واحدة، وعيسى اشترك في مزاين الابل. يبقى هنا المدى الاول نخلينا في المجال المقابل الاول. المجال المقابل كان متاح الثلاث مسابقات اللي هم مزاين الابل والطيور والخيول، ولكن لما جوهم يختاروا المسابقات عبد الله ومحمد اشتركوا في مسابقة واحدة وعيسى اشترك في مسابقة، إذا ظلت مسابقة اللي هي مسابقة الخيول لم يشترك بها أحد. فهنا بيقول لي المدى هو مين؟ المدى اللي اشترك فيه محمد وعيسى وعبد الله هما عنصرين فقط أو مسابقتين فقط اللي هي مزاين الإبل والطيور. طيب هل في الحالة دي المدى بيساوي المجال المقابل؟ لا، المجال المقابل كان ثلاث عناصر، لكن المدى هنا طلع عندي عنصرين، فنقول له المدى لا يساوي المجال المقابل. في التطبيق الأول خلي بالك المجال المقابل كل العناصر بتاعته ذكرت في المدى، يبقى إذن هذا التطبيق يسمى تطبيق إيه؟ تطبيق شامل، يسمى تطبيق شامل. في الحالة الأولى أو في اليوم الأول كان التطبيق شامل، في الحالة الثانية التطبيق كان غير شامل لأنه المدى لم يتضمن كل عناصر المجال المقابل. مما سبق نستنتج أن التاء تطبيق شامل والنون ليس تطبيقا شاملا. صفحة 35 تدرب واحد، أي التطبيقات التالية شامل وأيها ليس شامل؟ لاحظ كده، هل تم اختيار جميع عناصر المجال المقابل؟ نعم، بهذا التطبيق تطبيق إيه؟ تطبيق شامل. السبب المدى يساوي المجال المقابل، لو كتبنا المدى في مجموعة هيطلع 4 و5 و6، طب ما هي 4 و5 و6 هي نفسها مجموعة صاد اللي هي المجال المقابل،
يبقى هذا التطبيق تطبيق كامل. بنتدرب واحد أكمل في التطبيق تاء من سين إلى صاد. تاء واحد تساوي أربعة، وتاء اتنين بتساوي خمسة، وتاء تلاتة بتساوي ستة. يبقى هل صور عناصر المجال مختلفة؟ نعم. العنصر واحد ارتبط بالأربعة، والعنصر اتنين ارتبط بالخمسة، والعنصر تلاتة ارتبط بالستة. هل في عنصرين ارتبطوا بعنصر واحد، أو في عنصر متكرر في المدى؟ لا. يبقى إذن هذا التطبيق إذا كان عناصر المجال مختلفة يبقى نقول على هذا التطبيق تطبيق متباين. تطبيق إيه؟ متباين. هنشوف بعد شوية ما هو تعريف التباين بالظبط. عندي هنا في التطبيق الثاني بيقول لي الواحد مرتبط بالأربعة، والاثنين والثلاثة مرتبطين بمين؟ مرتبطين بالخمسة. يبقى إذا العنصر ستة لم يتم ذكره في المدى، لم يتم ذكره في الإيه؟ في المدى. طيب تعال نشوف كده، هو طبعا غير شامل لأن الستة أو المدى لا يساوي الإيه؟ لا يساوي المجال المقارن. لم يذكر جميع عناصر الصاد في المجال الإيه؟ في المجال المقارن. المدى لا يساوي المجال المقارن. طيب في التطبيق بقى قاف ده من س إلى ص، قاف واحد بيساوي كام؟ بيساوي أربعة، قاف اتنين بيساوي خمسة، وقاف ثلاثة كمان بتساوي إيه؟ بتساوي خمسة. يبقى هل صور عناصر المجال مختلفة؟ بص معايا كده، هل هي مختلفة كلها أو متباينة؟ أربعة وخمسة وخمسة، الخمسة اتكررت مرتين، يبقى هنا لا صور ليست صور العناصر أو عناصر المجال مختلفة. في عندي عنصر متكرر مرتين اللي هو الإيه؟ اللي هو الخمسة. التطبيق الذي لا يرتبط فيه عنصران أو أكثر من المجال بالعنصر نفسه من المجال المقابل يسمى تطبيق متباين، زي الحالة الأولى اللي احنا قلناها. أيوه هي الواحد واثنين والثلاثة، الواحد مرتبط بأربعة، والاثنين مرتبط بالخمسة، والثلاثة بالستة. يبقى إذا هنا في تباين، هنا في إيه؟ هنا في تباين. لكن في الحالة الثانية لاحظ إن العنصر اثنين وثلاثة، العنصرين دول من المجال، مرتبطين بعنصر واحد بس اللي هو الإيه؟ اللي هو الخمسة في المجال المقارن. إذا في تدرب واحد تطبيق تاء متباين، لكن القاف تطبيق ليس ايه؟ ليس متباين. التطبيق الشامل والمتباين، لو كان التطبيق اللي قدامك شامل ومتباين زي الحالة الأولى ده بنقول عليه تطبيق تقابل، تطبيق ايه؟ تقابل. لكن لو سقط مني أي شرط من الشرطين إذا كان شامل وليس متباين يبقى هنا ليس تقابل، وإذا كان تباين وليس شامل يبقى يقول عليه طبعا ايه؟ ليس تقابل. يبقى لازم التطبيق علشان نقول عليه تطبيق تقابل انه ينطبق عليه شروط الشمول والتباين، الشمول والايه؟ التباين، لازم يكون تطبيق شامل ومتباين حتى يطلق عليه تطبيق تقابل. يبقى التاء تطبيق تقابل والقاف ليس تقابل. صفحة 37 في تدرب 2 بيقول لي إذا كانت س بتساوي سالب 3 و0 و3 والص بتساوي سالب 9 و0 و9 والتطبيق ق من س إلى ص حيث ق س تساوي 3 س. هنا بقى عاطيني للتطبيق أهو دالة هتدلني ما هي العناصر اللي هترتبط من المجال بالمجال المقارن. تعالى كده بقول لي اوجد مدى التطبيق. طب ما عشان نجيب مدى التطبيق هتاخد عناصر المجال تعوض بيها في الداله يطلع لك عناصر من المجال المقابل. اذا طلعوا كلهم يبقى هنا خير وبركه، نقول العناصر هذا التطبيق ايه؟ شامل. ما طلعوش خلينا نجرب ونشوف. اوجد مدى التطبيق. اول حاجه قاف س بيساوي 3 س، دي الداله هتشيل السين وتحط مكانها سالب 3، يبقى قاف سالب 3 بيساوي كام؟ 3 ضرب سالب 3 بيساوي سالب 9. جميل جدا. العنصر الثاني صفر، قاف صفر بيساوي ايه؟ صفر ضرب س بيساوي صفر. يبقى ادي العنصر الثاني. ظهر لي كده كام عنصر؟ ظهر لي هنا سالب 9 موجود اهو، ادي واحد. ظهر لي الصفر اهي موجود. طيب ناخد العنصر الثالث، قاف 3 بيساوي كام؟ اضرب 3 في الداله بتعوض طبعا 3، هنشيل السين دي ونحط مكانها الثلاثه ده اهي، يبقى 3 ضرب 3 بيساوي كام يا ابطال؟ بيساوي 9. يبقى إذا جميع عناصر المجال المقابل ذكرت مع المدى أو هي نفسها المدى. يبقى المدى بيساوي إيه؟ بيساوي سالب 9 وصفر و9. طيب إذا كان بيقول لي أكتب المدى في صورة أزواج مرتبة وأنت خدت الحاجات دي
وخدت الطريقة ازاي تكتبها في الصف الثامن في صورة ازواج مرتب. هنكتبها ازاي؟ هيبقى عندي سالب 3 وسالب 9 زوج مرتب فاصلة، 0 و0 زوج مرتب فاصلة، 3 و9 زوج مرتب، ونقفل قوس المجموع. اهو بيقول لي اكتب التطبيق كمجموعة من الازواج المرتبة. هنروح لو انت هتتلخبط روح للدالة اللي انت عوضت فيها وطلعت المجال طلعت المدى، هتلاقي هنا سالب 3 سالب 3، الناتج بتاع الدالة طلع كام؟ سالب 9. يبقى اول زوج مرتب هيكون عندي هو ايه؟ سالب 3 وسالب 9، والصفر طلع مع الصفر يبقى 0 و0، واخر زوج مرتب هو 3 وايه؟ 3 و9. ممكن يطلب مني ان انا امثل التطبيق بمخطط سهمي او بمخطط بياني. يبقى مخطط سهمي هكتب عناصر السين في مجموعة، وهكتب عناصر الصاد في مجموعة، واشوف عناصر السين لما دخلت الدالة طلعت لي اي عناصر في المجال المقابل ونوصلهم بالسهم. واللي يبين نوع التطبيق قاف من حيث كونه شاملا متباينا او تقابل مع ذكر الايه؟ مع ذكر السبب. قاف تطبيق، قاف تطبيق شامل ولا مش شامل؟ لا، قاف تطبيق شامل. ليه؟ لأن عناصر المدى، لاحظ معايا كده، عناصر المدى هي نفسها عناصر المجال المقارن. ده تطبيق شامل لأن المدى يساوي المجال المقارن. طيب القاف، هل القاف تطبيق متباين؟ تعال نبص كده نشوف هل في المدى عناصر متكررة. طبعا لما نيجي نكتبها في صورة أزواج في صورة مجموعة مش هنكرر العناصر، فاحنا هننظر هنا كده. العنصر الأول طلع سالب 9 والثاني 0 والثالث 9، يبقى الثلاثة مختلفين؟ نعم، يبقى نقول له تطبيق إيه؟ تطبيق تباين. تطبيق متباين لأن تاء سالب 3 لا تساوي تاء 0 لا تساوي تاء 3، يبقى لما تعوض في الدالة هيطلع تاء سالب 3 لا تساوي تاء 0 ولا تساوي تاء 3. إذا التطبيق تاء هو تطبيق ماله؟ تطبيق تقابل. ليش؟ لأنه شامل ومتباين. آخر عندي آخر حاجة هو المخطط السهمي. عندي المجموعة س بتساوي كام؟ بتساوي سالب 3 و0 و3، والمجموعة ص بتساوي سالب 9 و0 و9. لاحظ بالدالة خلى العنصر سالب 3 يرتبط بالسالب 9، والصفر يرتبط بالصفر، والثلاثة ترتبط بالتسعة. في صفحة 40 بناخد تمرين مشابه للتدرب اللي فات. فبيقول لي تمرن رقم 1، إذا كانت س بتساوي سالب 2 و0 و2 والص بتساوي سالب 4 و2 و8، والتطبيق ق من س إلى ص حيث القاف س اللي هي دالة التطبيق بيساوي 3 س زائد 2. أوجد مدى التطبيق. طبعا انت في الاختبار بتحط القاعده قدامك، قاعده الاقتران اللي هي داله التطبيق، بنحطها قدامنا ونعوض بسالب 2 و0 و2 ونشوف العناصر اللي هتطلع. لو حطينا هنا سالب 2 في مكان السين يبقى سالب 2 ضرب 3 بسالب 6 زائد 2 يبقى سالب 4، يبقى اول عنصر من سين هيقابله في المجال المقابل سالب 4. خلي بالك ان العناصر دي كلها على بعضها بنقول عليها عناصر الايه؟ عناصر المدى. طيب الصفر، إذا وضعت الصفر هنا يبقى 0 ضرب 3 بيساوي 0 زائد 2 بيساوي 2، يطلع كام؟ يطلع 2. وإذا وضعت السين مكانها 2 يبقى 2 ضرب 3 6 زائد 2 بيساوي 8، يبقى عناصر المدى هي نفسها عناصر المجال المقارن. تعال نجيب بقى كده واحدة واحدة. يبقى المدى بيساوي سالب 4 و2 وإيه؟ و8. اكتب التطبيق ق كمجموعة من الأزواج المرتبة. طبعا هو يقصد اكتب مدى التطبيق قاف كمجموعة من الأزواج الإيه؟ المرتبة. هكتب عندي هنا سالب 2 وسالب 4 فاصلة 0 و2 فاصلة 2 و8. مثل التطبيق قاف بمخطط سهمي، وبين نوع التطبيق من حيث كونه شاملا متباينا ولا تقابل مع ذكر الإيه؟ مع ذكر السبب. طبعا التطبيق ده تطبيق شامل لأن جميع العناصر اللي في المدى هي نفسها العناصر اللي في المجال المقابل، يبقى لأن المدى بيساوي المجال الايه؟ المجال المقابل. هل التطبيق متباين؟ نعم. ليه؟
لان دالة الاقتران لما عوضنا، قاعدة الاقتران لما عوضنا فيها بسالب 2 طلع سالب 4، عوضنا فيها بصفر طلع 2، عوضنا فيها ب2 طلع 8. يبقى تلاحظ هنا ان عناصر المدى ما فيش فيها ولا عنصر متكرر، يبقى القاف سالب 2 لا تساوي قاف صفر لا تساوي قاف 2. يبقى فعلا التطبيق هنا تطبيق ايه؟ متباين. طيب التطبيق شامل ومتباين، يبقى اذا على طول هو تطبيق تقابل، يبقى التطبيق تقابل لانه شامل ومتباين. اخر حاجه عندي بنرسم المخطط السهمي، ادي مجموعه س سالب 2 و0 و2، وادي المجموعه ص سالب 4 و2 و8. الاثنين سالب 2 ارتبط بسالب 4، والصفر بموجب 2 و2 ب8. يبقى هذا من المخطط ده اصلا تقدر تكتشف اذا كان التطبيق شامل ومتباين ومتقابل او تقابل من خلال هذا المخطط، من خلال هذا الايه؟ هذا المخطط. صفحة 38 تضرب 3 بيقول لي يكن التطبيق تاء سالب 2 وسالب 1 و2 و3، و يعني التطبيق من المجموعة الأولى اللي هو من المجال اللي هي سالب 2 وسالب 1 و2 و3 إلى المجال المقابل اللي هو 0 و3 و8. يبقى المجموعة الأولى دي هي المجال، والمجموعة الثانية هي المجال المقابل، والتطبيق هو تطبيق من الأولى للثانية، حيث تاء س دالة الاقتران بيقول لي س تربيع ناقص إيه؟ ناقص 1. هناخد كل عناصر المجموعة الأولى ندخلها في دالة الاقتران ونشوف هتطلع لي أي عناصر من المجموعة الثانية. أوجد مدى التطبيق. طبعا ممكن تعمل جدول وممكن ما تعملش جدول، ممكن تجيب أنت العناصر دي زي ما تحب بأي طريقة، ولكن تكتب لنا المدى هو إيه. السالب 2 لما تخش في دالة الاقتران هيبقى موجب 4 ناقص 1 بيساوي 3، أدي أول واحدة أهو. سالب 2 أس 2 بموجب 4، سالب 1 أو ناقص 1 بيساوي 3. طيب سالب 1، سالب 1 أس 2 بموجب 1، موجب ناقص 1 أو موجب 1 ناقص 1 بيساوي 0. 2 أس 2 ب4 سالب 1 يعني 3 بالموجب، 3 أس 2 ب9 ناقص 1 بيساوي 8. يبقى هنا لاحظ عندي وانت قدام المدى قبل ما تكتبه في مجموعه، لو حبيت تكتبه في مجموعه هتكتب الثلاثه مرتين؟ لا، مره واحده. لكن الجدول ده بيبين لك، مهم جدا انك تبص للجدول ده قدامك علشان تعرف ان في عنصر متكرر في المدى، في عنصر متكرر في الايه؟ في المدى. يبقى من غير ما تفكر هذا التطبيق ليس متباين، هذا التطبيق ليس ايه؟ ليس متباين. تعال نكمل. لاحظ لما جينا نكتب المدى ما كررناش الثلاثه. مثل التطبيق تاء بمخطط بيان، سهل جدا انك تعمل مخطط بيان. ادي شبكه الاحداثيات، هتخلي المجموعه اي مجموعه منهم على المحور الافقي واي مجموعه على المحور الراسي، ولكن خلي بالك احنا بنعمل ايه؟ سالب 2 سالب 1 2 و3، وعندي هنا 0 و3 و8. التطبيق منين لفين؟ من الاولى للثانيه. تمام؟ يبقى سالب 2 وموجب 3، ادي اول واحده. سالب 2 مرتبط بموجب 3، وسالب 1 مرتبط بمين؟ مرتبط بالصفر، وموجب 2 مرتبط ب3، وال3 مرتبطه بموجب 8. هذا هو التمثيل التمثيل البياني او المخطط البياني للتطبيق تاء. بين نوع التطبيق تاء من حيث كونه شاملا متباينا ولا تقابل مع ذكر السبب. خلي بالك ان احنا ببساطه شديده لو قدرنا نرسم المخطط السهمي هيبين لنا ويسهل لنا كتير جدا من المخطط البياني، ولكن في المخطط البياني لاحظ ان العنصر 3 ده اهو قصاده تمثيلين. وطبعا من الجدول واحنا بنتكلم قلنا ان 3 متكرر مرتين، يبقى هذا العنصر ايه؟ هذا التطبيق ايه؟ ليس متباين. طيب هل دالة الاقتران لما طبقناها شملت جميع عناصر المجال المقابل؟ نعم. يبقى إذا هذا التطبيق شامل، شمل جميع عناصر المجال المقابل، لأن المدى هو نفسه المجال المقابل. طيب يبقى التطبيق ده أول شيء شامل، لكنه ليس إيه؟ ليس متباين، وبالتالي هو ليس إيه؟ ليس تقابل. التطبيق شامل؟ نعم، لأن المدى يساوي المجال المقابل. هل التطبيق ده متباين؟ لا، غير متباين، لأن تاء سالب 2 بتساوي تاء 2، الاثنين طلعوا 3، الاثنين الناتج بتاعهم لما طبقناهم في الدالة طلع إيه؟ طلع 3. يبقى هذا التطبيق غير تقابل أو ليس تقابل، لأنه شامل وغير متباين، لأنه شامل وغير متباين.
في الكتاب صفحة 39، تدرب 4 إذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 و4، والتطبيق د من س إلى س، يعني مجال س وأيضا مجال المقابل س، حيث الدال بيساوي 1 و2 و2 و3 و3 و1 و4 و1. السؤال الأول بيقول لي مثل التطبيق د بمخطط بياني على شبكة الإحداثيات اللي قدامي. بعمل محورين وبعدين بنكتب المجموعة س على المحور الأفقي والمحور الرأسي، هنا 1 2 3 4 على المحور الأفقي، وعلى المحور الرأسي نفس الأرقام لأن هي نفس المجموعة. وبعدين نشوف أول نقطة أو أول زوج مرتب 1 و2، هذه النقطة 1 و2، بعد كده 2 و3، 3 و1 و4 و1. بيقول لي اكتب مدى التطبيق. مدى التطبيق هو الإحداثي الثاني في الايه، في الزوج المرتب بدون تكرار، يبقى نقول له بيساوي 2 و1 و3 او 3 و1 او 1 و2 و3 زي ما هي مكتوبة عندك، ممكن تكتبها بدون اي ترتيب. هل التطبيق ده تطبيق تقابل؟ يعني تقابل يعني لازم يكون تطبيق شامل ومتباين في نفس الوقت. تعال نشوف الاول هو شامل ولا غير شامل، وبعدين ندرس هل هو متباين ولا غير متباين. التطبيق ده غير شامل لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. لازم التطبيق يكون شامل لما يكون المدى هو نفسه المجال المقابل. المجال المقابل هو 1 و2 و3 و4، لكن المدى عندي 1 و2 و3. التطبيق ده غير متباين لأن تاء 3 بيساوي تاء 4. لو انت ملاحظ عندي هنا هتجد ان 3 و1 و3 و4 و1 نقطتين او الزوجين المرتبين اللي هما في المدى اللي مكتوب التطبيق اللي مكتوب في صورة ازواج مرتب. يبقى التطبيق ده غير متقابل لانه غير شامل وغير متباين. صفحة 41 بيقول لي إذا كانت اللام بيساوي 1 وسالب 1 و3 والميم بيساوي 2 و5 و10 والتطبيق ه من لام إلى ميم، يبقى اللام هو المجال والميم المجال المقابل، ودالة الاقتران ه س بتساوي س تربيع زائد إيه؟ زائد 1. أوجد مدى التطبيق، هنعمل له الإيه؟ هنعمل له الجدول الظريف ده أهو، ونشوف السين لما نحطها في الدالة بيساوي كام؟ 1 أس 2 بيساوي 1 زائد 1 بيساوي 2، سالب 1 أس 2 بيساوي موجب 1، موجب 1 زائد موجب 1 بيساوي 2. لاحظ العنصر الأول في س أعطاني 2 والتاني أعطاني 2، يبقى هنا التطبيق إيه؟ فيه عناصر متكررة في المدى، يبقى غير متباين. تمام، التلاتة لما نحطها 3 أس 2 بيساوي 9 زائد 1 بيساوي 10، يبقى أنت في المجال المقابل قدرت تعرف العناصر اللي إحنا اخترناها مين ومين؟ 2 و10. يبقى خدنا الخمسة؟ لا ما خدناش الخمسة معانا. دالة الاقتران ده اهي لما طبقنا فيها عناصر المجال ما جابتش معايا الخمسة، يبقى الخمسة لم تظهر. يبقى هذا التطبيق من غير ما نفكر تطبيق غير شامل، ليس شامل، وكمان لأن الاتنين اتكرر في المدى يبقى هو غير متباين. يبقى عند التطبيق ليس شامل وليس متباين، يبقى هو ليس ايه؟ ليس تقابل. تعالى نكتب واحدة واحدة كده المدى. خلي بالك لما جه يكتب 2 و10 لم يكرر العنصر مرتين. اكتب التطبيق في مجموعة من الأزواج المرتبة أهو، هنكتب هنا 1 وسالب 1، 1 و2 وسالب 1 و2 و3 و10. مثل التطبيق هاء بمخطط بياني، أدي شبكة الإحداثيات، هنكتب هنا اللام اللي هي 1 وسالب 1 و3، وفي الميم هنكتب 2 و5 وايه؟ و10. الواحد تبع الدالة مع الاتنين، وسالب واحد في الدالة برضو 2، 3 لما طبقنا لما دخلناها في الدالة طلع بيساوي 10، يبقى عندي هنا ادي التمثيل او المخطط البياني. بين نوع التطبيق من حيث كونه شاملا. لا هو ليس شامل لأن العنصر 5 في المجال المقابل مش موجود في المدى، إذا المدى لا يساوي المجال المقابل، يبقى ليس إيه؟
ليس شكل. هل التطبيق متباين؟ لا، غير متباين، لأن دالة الاقتران لما حطينا وضعنا فيها سالب واحد طلعت بتساوي دال تاء واحد. يبقى التطبيق ده غير متباين لأنه غير شامل وغير متباين. إذا كانت السين بتساوي 0 و1 و2 والصاد 1 و0 و1 و8 والتطبيق د من س ل ص حيث د س بتساوي س أس 3، أوجد مدى التطبيق. الصفر لما نحطها صفر أس 3 بيساوي صفر، واحد أس 3 بيساوي واحد، واثنين أس 3 بيساوي 8، ده الجدول اللي موجود قدامك. يبقى التطبيق بيساوي صفر وواحد وثمانية. لاحظ هنا إن المدى طلع بيساوي المجال المقابل للصاد. اكتب التطبيق ده كمجموعة من الأزواج المرتبة، صفر وصفر، واحد وواحد، واثنين وثمانية. مثل التطبيق مخطط بياني، أدي المخطط أو شبكة الإحداثيات. السين بتساوي صفر وواحد واثنين، والصاد بتساوي صفر وواحد وثمانية. الصفر مع الصفر، والواحد مع الواحد، والاثنين مع الثمانية. بين نوع التطبيق من حيث شامل، ومن حيث كونه شاملا متباينا تقابلا مع ذكر السبب. طبعا التطبيق شامل لأن المدى يساوي المجال المقابل. طبعا التطبيق متباين لأن عناصر المدى مختلفة بدون تكرار، ولأن لما طبقنا في قاعدة الاقتران طلع قاف صفر لا يساوي قاف واحد لا يساوي قاف اثنين. يبقى إذن التطبيق تطبيق تقابل لأنه شامل ومتباين. مثال اثنين، ليكن التطبيق قاف حيث صاد هي صاد، وعندي هنا صاد هي مجموعة العدد ايه؟ صاد مجموعة الأعداد الصحيحة. يبقى التطبيق ده هو قاف من صاد لصاد، الصاد هي نفسها المدى المجال والمجال الإيه؟ المجال المقابل. حيث قاف س بيساوي س زائد إيه؟ زائد واحد. مثل قاف المخطط بيان. المجال صاد مجموعة غير منتهية. طبعا لما يكون المجال هو نفس المجال المقابل وهما الاثنين مجموعة غير متباينة أو غير منتهية زي مجموعة الأعداد الصحيحة، فإحنا هناخد بعض العناصر ونضعها في دالة الاقتران ونشوف، أو في قاعدة الاقتران ونشوف، فنوجد صور بعض العناصر. هناخد مثلا مثال سالب 2، فهيطلع سالب 2 زائد موجب 1 بيساوي سالب 1، سالب 1 هيطلع في النهاية بيساوي 0، وقاف 0 بيساوي 0 زائد 1 اللي هو بيساوي إيه؟ بيساوي 1، قاف 1 بيساوي 1 زائد 1 بيساوي 2، ونروح نمثلها على شبكة الإحداثيات، هيطلع عندي بهذا الشكل. لاحظ كده. يطلع عندي النقاط، عندي هنا سالب 2 وسالب 1، سالب 2 وسالب 1، وبعدين سالب 1 وصفر، وبعدين صفر وموجب 1، وبعدين 1 و2، ولو كملنا بنقاط أخرى هيطلع على هذا الشكل. صفحة 41 بيقول إذا كانت السين بتساوي 4 و5 و6 والتطبيق كاف من سين إلى سين، يعني هي السين نفسها المجال وهي نفسها المجال المقابل، حيث الكاف بيساوي 4 و4 و5 و6 و6 و5، أوجد مدى التطبيق كاف. خلي بالك أنت ممكن هنا وأنت موجود على التطبيق ده مكتوب، أو المدى بتاع التطبيق مكتوب في صورة أزواج مرتبة. إيه هو المدى؟ هو المسقط الثاني في الأزواج المرتبة، هو ده المدى. أهو لما يقول لي طلع المدى أقول له حاضر، أدي عنصر وأدي عنصر وأدي عنصر، يبقى 4 و5 و6، والترتيب غير مهم. مثل التطبيق كاف المخطط البياني، أدي شبكة الإحداثيات، عندي هنا السين متكررة مرتين 4 و5 و6 و4 و5 و6، يطلع عندي مدى التطبيق. عند 4 مع مين؟ 4 و4، هنبص للأزواج المرتبة 4 و4 و5 و6 و6 و5. بين نوع التطبيق كاف تطبيق تقابل. بين أن التطبيق كاف تطبيق تقابل. هل في شك إن التطبيق ده تطبيق تقابل؟ أول حاجة نبحث عن كونه شامل وكونه متباين. إذا كان شامل ومتباين يبقى هو تقابل. طيب، هل عناصر السين هي نفسها عناصر المدى؟ انت جبت المدى، المدى هو 4 و6 و5، والسين هي
أربعة وخمسة وستة اللي هي المجال المقابل برضو، يبقى عندي كده المدى بيساوي المجال المقابل، يبقى ده تطبيق شامل. أدي أول خطوة. طيب هل عناصر المدى مختلفة ولا فيها تكرار؟ لا مختلفة، هما دول العناصر اللي طلعت لي، مفيش فيهم أي تكرار. لو كان في هنا تكرار في الأزواج المرتبة كنت حذفته، لكن طلع لي هنا المدى بهذا الشكل، يبقى إذا التطبيق متباين، يبقى التطبيق شامل ومتباين. إذا التطبيق ده إيه؟ تطبيق تقابل. تعال نشوف الخطوات. التطبيق كاف شامل لأن المدى يساوي المجال المقابل، والتطبيق ده متباين لأن كاف 4 لا يساوي كاف 5 لا يساوي كاف 6، كل واحدة فيهم طلعت بتساوي ناتج مختلف. إذا التطبيق كتطبيق تقابل لأنه شامل ومتباين. بكده نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم، ونراكم إن شاء الله في حصص أخرى مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.